بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في محاضرات بتاعت هيدروليك سيركت ديزاين اند اناليسيس. اليوم ان شاء الله نشوف سبيد كنترول اوف هيدروليك سلندر اند هيدروليك موتور. سبيد كنترول اوف هيدروليك سلندر از كومبليش باي يوزينج فلو كنترول فالف، اللي هو بيتم التحكم في السرعه بواسطه شنو؟ استخدام الكنترول الفلو كنترول فالف او فالف الصمام الذي يتحكم في شنو؟ في كمية السريان. وهذا الاستخدام بتاع الفلو كنترول فالف بيتم بطريقتين، يا اما في المايع الداخل الى الهيدروليك سلندر اللي هو بنسميه الميتر ان سيركت اللي هي بنقول برايمري كنترول، او بواسطة شنو؟ السكندري كنترول اللي هو ميتر اوت سيركت، اللي هو يتم التحكم في شنو؟ المايع الخارج من شنو؟ من السلندر بتاعنا. وكل واحدة منهم عندها شنو؟ عندها الميزات بتاعت التحكم بتاعتها بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للدائرة بتاعتنا. ممكن نشوف الدائرتين ونقارن بين شنو؟ بين الدائرتين بتاعتنا. لو شفنا في الفيجر A اللي هو هنا بيتم التحكم في الماء الداخل بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للسلندر بتاعنا، وبالتالي عرفنا انه السرعة اللي هي Q بتساوي A في V. اما اذا كان اتحكمنا في الكيو، وبالتالي اتحكمنا في شنو؟ في السرعة بتاع شنو؟ السلندر بتاعنا في الوضع بتاع شنو؟ الاكستند، الوضع بشكل شنو؟ الاكستند بتاعنا. اما اذا كان جينا لفيجر بي بنلقى انه هنا نتحكم في شنو؟ نتحكم في المايع الخارج من شنو؟ من السلندر بتاعنا عبر شنو؟ الاورفيس بتاعنا او الفلو كنترول فالف بتاعنا، ده اللي هو سميناه شنو؟ التحكم الثانوي في شنو؟ في المسألة بتاعت شنو؟ السريان بتاع المايع بتاعنا الخارج من شنو؟ من الدائرة بتاعتنا. طيب وين بالنسبة للاناليسيس بتاع الاكستند سبيد اوف سلندر، when the flow control valve is fully open during extension all the flow from the pump goes to the cylinder to produce a maximum cylinder speed. اللي هو بعد ذاك when the flow control valve is partially closed its pressure drop increases across the شنو flow control valve. This causes you know an increase in شنو pressure B1. If closing is continued pressure B1 reaches and exceeds the cracking pressure of the شنو pressure relief valve. This result in شنو slow cylinder speed because part of the pump flow go through the شنو BRV. اللي هو لما نقوم نعمل نقفل البلف بتاعنا بتاع الفلو كنترول فالف جزئيا، بيتم شنو؟ بيتم زيادة بتاعت الضغط في اللاين بتاع البمب بين شنو؟ بين البمب والفلو كنترول فالف، وبيحدث زيادة في الضغط. ومن البديهي معلوم إذا كان حدث زيادة في الضغط فالبي ار في أو البريشر ريليف فالف بتاعنا بيقوم بيشيل شنو؟ بيشيل لنا الماية بتاعنا الزايد بوديه لشنو؟ بوديه للتانك اللي هو ده بيحصل هنا. إذا كان قفلنا ده، إذا كان قفلنا ده جزئيا وهنا ده اللوت، ففي الحالة دي بيقوم بيحصل شنو؟ زيادة في الضغط هنا، وبيقوم بيشيل لنا شنو؟ البي ار في بتاعنا هنا، وبالتالي اتحكمنا في شنو؟ في السرعة بتاعتنا بتاعت شنو؟ بتاعت الماية بتاعنا. هذه المعادلة بتاعت لا 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 السلندر بتاعنا، الكيو بتاع السلندر معناه الكيو بتاع البمب ناقص البي ار شنو؟ البي ار في اللي هو الفلو كنترول فالف بتاعنا، اللي هو ده بيدينا شنو؟ بتاع السلندر بتاعنا اللي هو بيساوي لنا شنو؟ اللي هو المعامل بتاع التصريف في البريشر دروب على شنو؟ السبيسيفيك شنو؟ جرافيتي بتاعتي. والبريشر دروب اللي هو الفرق بين الضغطين اللي هو البي 1 والبي شنو؟ والبي 2 بتاعتنا. برضه البي 1 كان بي شنو فورس اوف هيدروليك شنو سلندر، يعني ممكن نحسب شنو البي بتاعتنا باستخدام اللود، لانه ده اللي هو شنو الضغط الثاني في القوه بتاعت في المساحه بتاعت
السلندر بتاعنا تدينا شنو؟ تدينا اللود. يبقى الضغط الثاني بتاعنا اللي هو بدينا اللود على شنو؟ على ال A B، وبالتالي ممكن نحسب شنو؟ ال V بتاعت السلندر بتاعنا اللي هي ال Q بتاعت السلندر على شنو؟ على ال A B اللي هي بتاعت الفلو كنترول فالف بتاعنا اللي هو ال Q بتاعت السلندر اللي هي بيساوي المسموحة من الفلو كنترول فالف بتاعتنا. ممكن شنو؟ نستعيد عنها من بتاعت الفلو كنترول فالف من القانون بتاعنا الفوق ده، ونعود نحصل على شنو؟ على الصيغة دي عشان نقدر نحسب منها ال V شنو؟ ال V بتاعت السلندر بتاعنا. طيب ممكن نقارن بين الميتر ان والميتر اوت. قال فلو كنترول فالف از ابلايد ان ذا لاين شنو ليدنج تو ذا شنو ان ليت بورت اوف ذا سلندر، وده هنا شنو اوت ليت اوف ذا شنو سلندر. كنترول ذا اويل فلو ريت انتو ذا شنو انتو سلندر، وده شنو اوت اوف ذا شنو سلندر. يوزد برايمري وين ذا اكسترنال لود about the direction of motion of the hydraulic channel cylinder. Used when the load is pulled downward you know due to gravity. دي اللي هي الميتر اوت بنستخدمها لما يكون اللود بتاعنا شنو ماشي على او مسلط عليه شنو القوه بتاعت الجاذبيه الارضيه اللي هو عنده سيلف شنو سيلف اكستند. في الحاله دي بنستخدم شنو بنستخدم الميتر اوت بتاعنا. اما اذا كان اللود بتاعنا مثلا كان ابورد في الحاله دي بنستخدم شنو الميتر شنو الميتر ان بتاعنا الميتر ان بالنسبه لشنو بالنسبه للدائره بتاعتنا. طيب برضو ممكن نستخدم شنو سبيد كنترول اوف هيدروليك شنو هيدروليك موتور بتاعنا. هنا ما مضطرين نستخدم شنو الميتر اوت والميتر ان بتاعتنا بالنسبة للمولتي دايركشن او التو دايركشنال بتاعنا بتاع الهيدروليك شنو الهيدروليك موتور. وده بيعتمد على شنو اننا ممكن نستخدم دائرة بسيطة بالشكل زي ده اللي هو نستخدم شنو التحكم في كمية المياه الخارج من شنو من البمب بتاعتنا شنو مباشرة قبل ما ندخلها لشنو للفلو كنترول للدايركشنال كنترول فالف. لو لاحظنا في الدايرة هناك بتاعت الهيدروليك سلندر كنا بنستخدمها شنو بعد الدايركشنال كنترول شنو فالف بنستخدم شنو الدايرة بتاعتنا. اما هنا ما محتاجين لانه نحن هنا الفيل بتاعنا عندنا شنو ممكن يكون كلوك وايز او انتي كلوك شنو وايز بالنسبة للمولتي دايركشنال كنترول فالف. مجرد التحكم في كمية شنو المايع بتاعنا معناه احنا تحكمنا في شنو تحكمنا في السرعة بتاع شنو الهيدروليك موتور، وبالتالي ما محتاجين لشنو للدائرة بتاعة شنو الميتر ان والميتر شنو اوت بالنسبة لشنو بالنسبة للهيدروليك موتور. يبقى الهيدروليك موتور في اذا كان اخذنا الليفت بتاعنا هنا اول رايت ده بيحدد لي الاتجاه بتاعي بتاع شنو بتاع السريان. اما اذا كان اخذت السندر فبيكون شنو فبيكون لوكت بالنسبه لشنو بالنسبه لي الهيدروليك شنو موتور بتاعي بيكون لوكت. وهنا الفالف بتاعنا زي ما شايفين اللي هو تاندم في الحاله دي بيحصل شنو بس تاندم سنتر اللي هو في الحاله دي بيحصل شنو المايع بيرجع طوال لشنو بالنسبه للبمب بتاعتنا. طيب ممكن نشوف اكزامبل بالنسبه ل او تطبيق بالنسبه ل الدوائر اللي احنا شنو شفناها دي. قال ان اكشويتر فورورد سبيد از كنترول باي الميتر ان سيركت. The pressure setting of relief valve is 50 bar. The pump discharge 30 liter per minute. The cylinder has to carry a load of 3600 newton during the forward motion. The area of piston 15 centimeter square, rod area 8 centimeter square. The flow control valve is set to allow only 10 liter per minute. Calculate the power into the snow to the motor, forward speed, return speed and efficiency of the circuit. طيب بالنسبة للدائرة بتاعتنا هنا
واضحه انه بدنا نتحكم في شنو، في بالنسبه للميتر ان، شنو ميتر ان سيركت، لانه السلندر بتاعنا قال فورورد سبيد تو كنترول باي شنو ميتر ان سيركت. تمام، بعدين نيجي نشوف شنو نقدر نصنف المعطيات بتاعتنا. قال ذا بريزر سيتنج اوف ريليف فالف از 50 بار، اللي هو قلنا نحول البار بتاعنا طوالي لشنو؟ لنيوتن على متر سكوير، اللي هو نضرب في 10 اس 5 ادانا اللي هو ده الماكسيمم شنو بريزر بتاع الدائره بتاعتنا. قال الديسشارج بتاعنا 50 لتر بير مين، نحولها طوالي لمتر كيوبيك بير شنو بير سكند، عشان نجيب منها دي الكيو بتاعت شنو بتاعت البام بتاعنا. The cylinder has to carry a load of شنو 3.6 كيلو نيوتن، اللي هو ده اللود بتاع الدائرة بتاعتنا، وبنحسب منه شنو بعدين اللي هو بواسطة حساب اللود بنقدر نجيب البي 2 عشان نجيب الدلتا شنو الدلتا بي. ذا اريا اوف ذا بيستون نحول لمتر، والاريا اوف ذا رود نحول لشنو للمتر. قال فلو كنترول فالف سيت الاو اول 10 لتر بير مين، نحولها طوالي لشنو متر كيو بير سكند، وعندنا كيو بتاعت البمب والكيو بتاعت الكنترول شنو الكنترول فالف، وده اللي هو دي بيساوي لي شنو الكيو بتاعت الكنترول فالف بيساوي الكيو الداخل اللي شنو للسلندر، وبقدر بحسب منها بعدين السرعه بتاعت شنو بتاع السلندر بتاعي. يبقى نشوف شنو الكلام اللي احنا استنتجناه مع بعض، اللي هو عندنا البي 2 اللي هو بنجيبه قلنا من الاف لود طوالي بصوره مباشره، جبنا اللي هو بعد جبنا بي 1 جبنا بي 2 وبي 1 اصلا بتاعت شنو البمب بتاعتنا موجوده، نجيب الدلتا شنو الدلتا بي. باور انبوت تو ذا موتور اللي هو بحسب شنو الكفاءه اللي ادانا ليها هنا اللي هي بي 1 في كيو بي على شنو الافشنسي بتاعتي، وجبنا شنو طيب الفورورد سبيد اللي هي جبناها اللي هو قلنا من الكيو فلو كنترول باب على الاي بي بصوره شنو صوره مباشره. الريتيرن سبيد اللي هي الفي ار اللي هي بتدينا في كيو بي على الاي بي على ناقص اي شنو ار زي ما شفنا في شنو المحاضرات شنو السابقه. الافشنسي تدينا الاوت بوت على شنو على الانبوت بتاعنا اللي هو الاوت بوت بتاعنا اللي هو بي 2 في الكل في فلو كنترول فالف على الانبوت بتاعنا اللي هو شنو بي 1 على شنو على الكيو بي. برضو عندنا ثاني اكزامبل اللي هو قال دبل اكتنج سلندر از هوبد اب ان شنو ريجنريتيف سيركت ذا ريليف فالف سيتنج از شنو 105 بار ذا بيستون اريا از 130 سنتيمتر and the rod area is 65 سنتيمتر سكوير the bump flow is 0.0016 متر كيوبيك بير سكند find the cylinder speed and load carrying capacity for extending and retracting شنو stroke. هنا استخدم شنو المره دي استخدم الريجنريتيف شنو الريجنريتيف سيركت، والريجنريتيف سيركت قلنا بتدينا في الشورت بتاع الاكستند بتدينا شنو بتدينا سرعه عاليه وبتدينا قوه شنو صغيره، وبالنسبه لشنو بالنسبه للريتراكت ما بتتاثر شنو البراميترز بتاعتها بتكون شنو از ات از النورمال شنو سيركت. يبقى الفي اكستند بتاعتنا بتكون الكيو بي على الاي ار وليست على الاي بي زي ما اثبتنا في شنو في المعادلات في المحاضره السابقه وليس في هذه شنو المحاضره، اللي هي طوال التدريب المباشر بتدينا الاف لود اكستنشن. برضو الريتراكت بتكون شنو كيو بي اي بي على اي ار، وانما بيكون فيها شنو تغيير واللود بتاعنا زي ما شنو شايفين. طيب برضو عندنا الفيل سيف سيركت، عندنا الدوائر بتاعتنا بتستخدم دائما قلنا بتستخدم في الاندستري، وبيكون في ممكن يكون في مشاكل بتاعت شنو تشغيل غير منتظم او تشغيل بالصدفه من زول ما عنده شنو من الحوادث الكثيره اللي بتحصل في شنو في بالنسبه للاندستريز بتاعتنا، فبتعمل شنو دوائر بتاعت شنو بتاعت حمايه من شنو من التشغيل الغير شنو الغير مسؤول او الغير يعني نقول انه من زول شنو ما عنده علاقه بشنو بالسيستم داس اي حاجه، فلازم نحن نقدر نعمل شنو نعمل حمايه للسيستم بتاعنا من شنو من
التشغيل الغير شنو؟ التشغيل الغير مسؤول. لو عينا للدائرة بتاعتنا دي دائرة بتتحكم لي في الأحمال شنو الساقطة، لكن احنا تطرقنا للدائرة اللي فيها الأحمال الساقطة من قبل وما تكلمنا انها سيف فول سيف سيركت، لكن هنا اللي هو أضفنا شنو؟ أضفنا الفالف بتاعنا ده اللي هو 2-2 فالف ده عشان يقدر يتحكم لنا في شنو؟ في الدائرة بتاعتنا ويكون بمثابة شنو؟ اوفرلود بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للدائرة بتاعتنا. فهو يتحكمنا في الفالف الرئيسي بتاعنا بواسطة شنو؟ البايلوت اوبريتد شنو؟ لاين بتاعنا ده. فإذا كان حصل التشغيل بتاعنا ما بيتم الا عن طريق شنو؟ عن طريق زي ما عرفنا يجينا الضغط بتاعنا من هنا ويحصل شنو؟ يحصل اوفركم بالنسبه لشنو؟ بالنسبه للسبرينج بتاع الدايركشن كنترول فالف بتاعنا هنا، ويسمح بشنو؟ السريان في الاتجاه شنو؟ المعاكس بالنسبه لشنو؟ بالنسبه للاوفرلود شنو؟ الاوفرلود بتاعنا. إذا الدائرة دي بتحمل لنا الأحمال بتاعت السلندر بتاعنا إنها تسقط في حالة عدم تشغيل شنو البمب بتاعنا، وما بيسمح شنو السريان بتاعنا ما بيتم إلا بواسطة شنو؟ بواسطة التشغيل بتاع الفالف بتاعنا هنا دي اللي هو بتاع الفالف بتاع الرئيسي بتاعنا، والفالف الرئيسي يتم تشغيله بواسطة البايلوت لاين أو بواسطة شنو المانيوال شنو أوبريتد شنو أوبريتد بايلوت اوبريتد بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للمين شنو فالف بتاعنا. وبكده نقدر نكون شنو؟ حمينا الصعود بتاعنا في حالة توقف شنو البام عن شنو؟ عن العمل. طيب عندنا برضو تاني دائرة بتاعت الفيل سيف سيركت. لو لاحظنا ليه الدائرة بتاعتنا هنا اللي هي فيل سيف سيستم with overload protection، المرة دي عملنا فيه شنو؟ overload protection، ودي بتحمل الدائرة من شنو؟ من الأحمال الزايدة بتاعتي بالنسبة لشنو؟ بالنسبة ل في حالة في الشوط بتاع شنو؟ الاكستين. لو لاحظنا ان الفالف V1 بتاعنا يتم التحكم فيه بواسطة شنو؟ V2 اللي هو بتشغيل بتاع البايلوت شنو؟ لاين بتاعنا اللي هو بيعمل ليه الاوبريت بتاع شنو؟ او الاكشويت بتاع الفالف شنو؟ V1. لكن اللاين بتاعنا هنا دي برضو موصل مع شنو؟ موصل مع V3، والفي 3 بتاعنا ده بيقوم بيعمل شنو؟ في حالة اللوك بتاعته اللي هو in this position ده بيكون شنو؟ البايلوت لاين شنو؟ كان اكتيفيت شنو؟ V1. But when the شنو؟ V3 in the second شنو؟ position إذا شنو اللاين بتاعنا هنا بكون شنو to the tank. If this activated nothing will happen here، ما بيحصل شنو أي حاجة إذا كان إحنا قمنا نشطنا شنو ال V2 بتاعنا، لأن شنو؟ لأن البايت لايت بتاعنا بكون ماشي لشنو؟ للتانك. طيب ال V3 متين بيحصل له أكشويت؟ بيحصل له أكشويت هو دائما بكون في شنو؟ بكون في اللوك بوزيشن بتاعه هنا. اما اذا كان حصل لنا اوفرلود في الاكستند ستروك بتاعنا هنا، بيقوم بيحصل شنو؟ البايلوت لاين بتاعنا هنا دي بيزيد الضغط وبيحصل شنو؟ اكشويت، وبزيد نتيجة لزيادة الضغط بتاعنا هنا بتعمل لنا شنو؟ اكشويت للفي شنو؟ للفي 3 بتاعنا، بيحصل من شنو؟ بيجي من اللوكت بوزيشن لشنو؟ للاوبن بوزيشن، وبكون شنو؟ عمل لنا تفريغ للبايلوت شنو؟ لاين بتاعنا. وبالتالي اذا كان حصل اكشويت لشنو؟ للفي 2 عشان اشغل لنا هنا الفي 1، ما بيحصل شنو؟ ما بيحصل تشغيل، لانه الفي 2 بيكون اللاين بتاعه كله مشى لشنو؟ للتانك. وبكده بنكون حمينا شنو؟ البام بتاعتنا. اذا ما بيتم تاني التشغيل الا اذا كان شنو مانيوال، يقومنا شنو عملنا لوك للفي 3 عندنا نقدر نشغل شنو الدائره بتاعتنا بعد ما نزيل شنو العوائق اللي حصلت لنا في شنو في الدائره بتاعتنا. ان شاء الله حيكون برضو في مرفقات بالنسبه ل المحاضرات بتاعت التصميمية دي، اللي هو حنديكم شيط إضافي يكون فيه شنو؟ فيه بعض شنو؟ الأمثلة التطبيقية لبعض شنو؟ الدوائر هنا، مع إنه إحنا تعرضنا لإكزامبلز بالنسبة لشنو؟ موست أوف ذا سيركت، لكن إن شاء الله حيكون تصميمات شنو؟ إضافية، وحيكون في شنو؟ في عمل برضه إضافي بإذن الله بالنسبة لشنو؟ الدوائر بتاعتنا.